إنها ثمرة توت مصفرة. أرأيتها يا جبان؟ 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 أنت هنا يا جبان؟ هل صرت تخاف من التوت؟ ألا تحبه؟ بلى أحبه، أحبه كثيراً، لكن المشكلة أنني حسناً، لا مشكلة، خذ وقتك. وأنا سأخذك. أحسنت أيها الأزرق البغيض، أحضر بقية أصدقائك وسأكون في انتظاركم. أمسك شرشبيل ببابا صنفور، هل أنت واثق؟ يجب أن ننقذه. من لديه خطة هجوم؟ هيا أخبروني. أنا لدي فكرة. ثمة أحد آخر؟ أنا. أجل، جبان. أنا أظن أن علينا أن هيا ارفع صوتك أكثر، لا نسمع شيئا. كنت أقول إن حسنا، وأنت؟ البنفسجي. ماذا؟ البنفسجي مناسب للقلعة، سيضفي لمسة مميزة على جدرانها ويتضارب مع اللون الأسود والرمادي برقة. حسناً، اسمعوا الخطة. سندخل إلى القلعة ونضرب شرشبيل ونلكمه على أنفه الكبير الناتئ، وبعدها نمسك القط من ذيله ونلفه في الهواء كزوبعة الدوارة. قوي. ماذا؟ انظر خلفك. بابا صنفور، استطعت الهرب؟ أنت ذكي. هذا دليل على ذكاء بابا صنفور وغباء ذلك المغفل البغيض شرشبيل، صحيح؟ هذا صحيح، إنه غبي. هذا يكفي، لا تقللوا من قدرات عدوكم. هيا هيا، خذوني إلى القرية أيها المقزئ. أيها الصغار اللطفاء، تحركوا بسرعة. أنا سنأكل، أنا جائع. وأنا أيضا. وأخيراً وصلت إلى قرية السناتر. أعني أخيراً وصلت إلى قرية الحبيبة، سأخذ قسطاً من الراحة في مختبري. بابا صنفور، هذا منزل صنفورة كما تعلم، مختبرك هناك، أنسيت؟ صحيح، كنت أختبركم، أحسنت يا أبا مرآة. مغرور، أنا مغرور يا بابا صنفور. شباب، ألا تشعرون؟ لا 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 شيء. لقد نجحت، لم يلحظ أولئك المغفلون أي شيء، والآن سأنتقم أخيراً لما فعلوه بي. سأنتقم، سأشرب هذا وأعود إلى شكلي، سأخرج إليهم وأمسكهم فرداً فرداً. بابا صنفور، اكتشفت اكتشافاً عظيماً، لدينا عدد الأصابع نفسه في كلتا اليدين، سأضيف هذا إلى مجموعة اكتشافاتي. إن لم تنقلع فسأجعل من عظامك اكتشافاً عظيماً يكتشفه العلماء بعد قرون، وسيتساءلون كيف قضيت عليه. لا، إرياقي الغالي، كسره ذلك الأبله فاقد القيمة. لا، ولكن إن ذهبت لإحضار الترياق فكيف سأعود إلى هنا؟ جاءتني فكرة، سأخذ خريطة تدلني على مكان القرية في الغابة. والآن إن كنت أنا عجوزاً أزرق اللون، فأين سأخبئ خرائطي؟ أين؟ أين؟ مرحبا يا صغيري، لدي سؤال، قل لي، هل يصدف أنك تعلم أين أخبئ خرائطي؟ أنا أظن. حسنا، سأسأل الجميع. ترى ملام، لا أعلم يا صديقي. اسمعوا يا فئران، أقصد السنافر، يبدو أنني نسيت أين وضعت خريطة القرية، لذلك سنرسم خريطة جديدة. جديدة؟ مع احترامي لاقتراحك، علينا أولاً إنجاز الأمور التي كلفتنا بها، وأنا سأشرف على إنجازها بكل أمانة. هل أنت على ما يرام؟ لا شأن لك. أجل بخير، بسرعة، الخريطة. لكن بابا صنفور، ظننت أنك خبأت الخرائط في مكان سري يستحيل أن تنساه. أجل، صحيح ما يقوله أبله، صحيح. أحسنتم، كنت أختبركم، يستحيل أن أنسى المكان السري، فأنا بابا صنفور وأنا لا أنسى أي شيء. سأذهب وأخرجها. أشفق عليه، علينا أن نساعده بشيء. سأخبز كعكته المفضلة. أتأتي معنا يا جبان؟ أعتذر، علي أن أفعل شيئاً. وداعاً. هؤلاء البغيضون لم ينفعوني بشيء، ليتني أعصرهم واحداً تلو الآخر وأقوم بطهيهم وآكلهم.
مرحبا بابا سنفور. أهلا أهلا أهلا. لم يكن ينقصني إلا المجاملات. يا شباب، كنت أتساءل إن كان بابا سنفور قد أنا أريد جملة مفيدة. قل لي جملة مفيدة. إن كان بابا سنفور ليس هو بابا. انطق الجملة كاملة. حسنا، انسوا الأمر تماما. ماذا نفعل إن كان بابا سنفور ليس بابا سنفور؟ علي أن أصل إلى حقيقة الأمر. مرحبا بابا سنفور، يومك مسنفر. بابا سنفور، وجدت الخريطة، إخفاؤها هنا فكرة مذهلة. رائع أيها السنفور المغفل، أتعلم أين يمكنك قطف خريطة لذيذة؟ في قلعة شرشبيل. سأقطفها. لا داعي للذهاب إلى قلعة شرشبيل، فطباخ يزرع الخرائط في حديقته. أنا قلق على سنافر الصغار. شرشبيل محبوس في قفص جبان؟ هذا أنت حقاً؟ لا تخف مني يا صغيري. ألم تعرفني يا صغيري؟ أنا بابا سنفور، أخذ شرشبيل شكلي باستعمال هذا العقار. هل أنت حقاً بابا سنفور؟ أجل يا صغيري، لا تخاف مني، لكن احذر، فربما يأتي شرشبيل في أي لحظة، لذا ارحل. أنا لا أريد أن يصيبك أو يصيب أي من سنافر الصغار مكروه بسببي. أنا يستحيل أن أرحل من غير أن أخذك معي. احترس. يجب أن تكون أسنفر من هذا. جبان، هيا أحضر المفتاح. سئمت من أن أكون سنفوراً أزرق بغيضاً. يجب أن أجد طريقة لأخذ السنافر إلى منزلي وإحضار الترياق والعودة إلى هنا، ثم سأشرب جرعة وأعود إلى شكلي. مرحباً بابا سنفور، صنعت مفاجأة لك، كعكة الساسبريلا التي تحبها. شكراً لك يا حلواني. ألن تسنفرها؟ بلى. ألم تعجبك بابا سنفور؟ طبيعي أن تسد نفسك عن الطعام بعدما حدث معك في هذا اليوم. بابا سنفور، لا شك في أنك عانيت بسبب القط الغبي الأجرم وبسبب رائحة فم شرشبيل. هذا صحيح، ما الذي يأكله ذلك البائس؟ بصل محشو بالثوم؟ رائحته كرائحة البصل وعقله بحجم الفستق. لنذهب إلى الغابة لأقلع رؤوسكم. أقصد لنقلع الساسباريلا ونحضرها. أريدكم جميعاً، هيا بنا. واثق بأن هذه الطريقة لحقل الساسباريلا؟ نعم، هذه الطريقة مختصرة. شرشبيل؟ نعم. لماذا قلت شرشبيل؟ إنه أمامنا. لست شرشبيل، أنا بابا سنفور، هذا شرشبيل وقد أخذ شكلي. ماذا؟ كيف هربت من الق... ما قاله صحيح. اسمعوا، خطف السنفور، علينا إنقاذه. لا أحتاج إلى إنقاذ، صدقوا كلامي، هذا بابا سنفور الحقيقي. ماذا؟ بل أنا بابا سنفور، أمسكوه يا مغفلون. مغفلون؟ بابا سنفور لا يحدثنا هكذا. أمركم بأن تطيعوني. لا أعلم من بابا سنفور. ما رأيكم في أن نهاجم الاثنين؟ هذه خطة سيئة. كفى يا جماعة، بابا سنفور الحقيقي يعرف طريق القرية. من أين الطريق؟ إنها. هيا تكلم، احفظها عن ظهر قلب، إنها من هناك. علمت من البداية. لا، أنا بابا سنفور أيها المغفلون، أنا أمركم بأن تبتعدوا عني. ماذا تريد أن نفعل الآن؟ أريد أن أستعيد شكلي.
هلهول هلهول، أين أنت؟ نجحت خطتي، لذا أحضرت مفاجأة خصيصة لك. هذا السنفور لك لتستمتع به. هلهول حبيبي، إياك وأن تقترب. ألم تعرفني؟ أنا شرشبيل. لم تكن معلمك؟ سأضيف إليه بعض التوابل من أجلك يا هلهول. هيا كل، بالصحة والهناء يا قطي. سأذهب الآن لأحضر بعض الأعشاب وبعض الخضروات الشهية. لن أتأخر عليك. أنا أكره السنافر. كنت أعلم من البداية أن ذلك ليس أنت. ثمة سنفور يجب أن نشكره. ما رأيك يا جبان؟ ها؟ جبان؟ نعم بابا سنفور.